كنا نذكر أحداث غزوة خيبر وما فيها من تفصيلات مهمة وجزئيات كثيرة جدا في كل منها أو في معظمها عبرة وعظة. وكان من جملة أحداثها إثر محاصرة المسلمين للحصن تلو الحصن من حصون خيبر الكثيرة، أن رجلا من المسلمين في ظاهر أمره من الصحابة وصفوه فقالوا كان لا يدع شاذة ولا فاذة من المشركين إلا ملأها. نحن نقول شار دي واردي، يعني ما يدع شيئا للمشركين إلا ويذهب إليه، فإن كان رجلا يقاتل يقاتله فيقتله، إن كان مكانا يمكن أن يتسرب منه شر يحاول أن يسده، وهكذا. فرأوه فقالوا لنبي الله: يا نبي الله، إن فلانا لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ملأها. فقال: هو في النار. فلما كان في أواخر المعركة جاءوا إليه وكان قد جرح جرحا ليس بكبير، قالوا، فتضايق فأخذ سهما من كنانته فجرح نفسه فقتل نفسه، تضايق من نسف الدم الذي أصابه فقتل نفسه منتحرا. فجاء رجل إلى رسول الله سريعا فقال: أشهد أنك نبي الله. فقال: مما ذاك؟ يعني أنت تعرف أني نبي الله، ليش ترجع تكرر هذا الكلام؟ قال: الرجل الذي قلت عليه إنه من أهل النار قتل نفسه. سبحان الله، لا بأس أن أفصل قليلا في هذه المسألة. قاتل نفسه يا أيها الأحبة أو المنتحر ليس بكافر. قال الله الحديث، قلنا هذا الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، تقول لنا قال عنه رسول الله: هو في النار. نعم، ولكنه ليس بكافر. قال: يعني كل إنسان ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة جزاؤه الأصيل أن يعذب بالنار، وقد يتجاوز الله عنه، وقد يأذن الله فيشفع له رسول الله يوم القيامة، وقد يأذن الله فيشفع له بعض أهله إن كان شهيدا أو حافظ قرآن أو وقد يعذبه الله تعالى بالنار جزاء عمله، ثم يخرجه منها، لأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. أظن الفكرة اتضحت. واحد سارق، زاني، شارب خمر، قاتل نفس، ظلمة، هذا سيعذب في الظاهر، إلا أن يعفو الله عنه فذاك الأمر إلى الله، إلا أن يأذن الله بأن يشفع فيه أحد من خلقه كالأنبياء فذاك الأمر إلى الله، إلا أن يعذب، وهذا هو الأكثر في الناس، يعذب وينال قسط عذابه مما قصر ومما أجرم، ثم يؤذن به إلى النار لأنه ليس بكافر. من أين جئنا بهذا الكلام؟ ليس هذا الأمر اجتهاديا، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو سبحانه وتعالى. فإذا الأحاديث التي وردت فيها تعذيب رجل بالنار أو امرأة، مثلا كلنا نسمع القصة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكثير من الناس يظن هذه المرأة صارت من أهل النار طول الحياة. إذا كانت هذه المرأة المسلمة ستعذب طول حياتها من أجل قطة، معناها البؤت الإنسان مسلم هذا لا يمكن أن يرى الجنة إلا في المنام. والذي يظلم إنسانا، والذي يسرق، والذي يزني، والذي يفعل أي فاحشة من الفواحش، هذا لا يمكن إذا أن ينال العفو، لا يعفى عنه، إذا قطة ستخلد في النار عليها. قال: هذه تعذب على مقدار فعلها لأنها آذت مخلوقا حيا بلا جرم، ثم بعد ذلك يعفو الله تعالى عنها إن كانت من أهل التوحيد. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحادثة، في حادثة المرأة اللي عذبت القطة، فبعضهم قال هي في الأصل كافرة، وبعضهم قال لا، هي مؤمنة ونالت عذابا على تقصيرها وإزايتها لهذا المخلوق. ومنه المنتحر. لا بأس أن أذكر أيضا، هناك حديث شهير جدا درسه الطلبة عبر سنين طوال، لعل بعضكم درسه كان في المرحلة الثانوية،
حديث شهير يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في النار يوم القيامة، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في النار خالدا مخلدا يوم القيامة. وهكذا ذكر رسول الله عدة أمور أن من قتل نفسه سيخلد في النار. قال أهل العلم: هذا على من اعتقد أنه يحل له أن يقتل نفسه أو يقتل غيره. بقلبه بقول لك أنا حلال، بقتل الناس ما حدا له علاقة، بقتل حالي ما حدا له علاقة، ما حدا بحرم محلل، أنا بحلل محلل. فهذا والعياذ بالله كفر بهذا الكلام. وهذه مسألة مهمة جدا. هناك إنسان يسرق وغيره يتكلم كلاما، فالذي يتكلم يصبح أشد جرما من هذا السارق وأشد جرما من هذا الزاني. كيف؟ يقول الزنا حلال، هو ما بزنيها بس بقول لك الزنا حلال، معلش ساوي لا تشبع. هذا يكفر بهذا، يكفر، مو مرتكب ذنب، يكفر، يرتد عن الإسلام بهذا الكلام. فهو بهذا أشد جرما من الزاني نفسه. الزاني تقول له حرام بقول لك حرام، ليش هيك عم تساوي؟ يقول لك بعمل لك ايه، الله يغفر لنا خيره، الله يسامحنا. فهو مقصر ومجرم في آن واحد لكنه مسلم. اما ذاك بقول لك لا لا لا، ما في حلال ما في حرام، وين حرام؟ حلال اشرب خمر، حلال ازني، حلال اسرق، حلال، اعوذ بالله من هذا الكلام. تحل ما حرم الله، قرانا في ايات الله يحل فيحل ما حرم الله، امر عظيم، هذا الكفر بعينه. لذلك اذا المنتحر، هذا الحديث خالدا مخلدا محمول، حمله اهل العلم على من يقول الانتحار والقتل حلال، افعله على اختياري وهواي. سبحان الله. فقتل هذا الانسان نفسه منتحرا، فكان رسول الله قد اخبر عنه قبل ان يقتل نفسه انه سيحل به هذا. وهذه من معجزاته، اطلعه الله تعالى على شيء من الغيب. فتح المسلمون جزءا كبيرا من خيبر وبقي جزء آخر، فأرسل رجل من زعامات اليهود إلى رسول الله قال: أنزل إليك فأكلمك، تسمحني بدون قتال ولا تقتلني، إذا نزلت أنا أتحاور معك. فقال: انزل. فنزل الرجل وكان ابن أبي الحقيق. وابن أبي الحقيق أو أبو الحقيق هذا رجل من زعامات اليهود، له أولاد عديدون، منهم أبو رافع قتل يوما ذكرت لكم قصته، وبقي له أخوان كنانة والربيع. نزل هذا فتحاور مع رسول الله وتفاوض معه على ألا يقتلهم رسول الله ولا يقاتلونه هم بالمقابل فيما تبقى من الحصون. الحصون الأولى قاتلوا كما قلنا واستسلموا، يعني فتحت عنوة بالقتال. البقية قالوا: نسلم لك كل شيء على أن تأذن لنا أن نخرج بأنفسنا وأموالنا ونسائنا، على أن عفوا نخرج بنسائنا وأولادنا وأنفسنا، لا تقتلنا وندع لك كل شيء. وفي روايات: على أن نحمل فقط ما استطعنا حمله على دوابنا والباقي كل الأموال لك. فصالحهم رسول الله على هذا وقال لهم: على أنه برئت منكم ذمة الله ورسوله إن كتمتموني شيئا. أنا الآن صالحتكم على أن تسلموني الأموال وسأترك لكم أنفسكم، لكن إن خبأتم شيئا من الأموال فلم تسلموها لي فقد برئت منكم الذمة، بمعنى أنتم خالفتم العهد فلا عتب علي إن فعلت بكم أي شيء. وخرجوا، بدأوا يخرجون. واستدعى نبي الله هذا الإنسان فقال: أعطني كنزكم، سلمني الأموال التي عندكم. فسلمهم إياها. فجاء رجل من يهود أنفسهم فقال: يا محمد، إني رأيت هذا الرجل يخبأ كنزا من كنزه في مكان كذا. فأرسل إلي رسول الله: هل خبأت شيئا؟ قال: لا. قبلت شيء؟ قال: لا لم أفعل. قال: إن وجدت شيئا عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأرسل رسول الله إلى المكان الذي فيه قد خبأ هذا الرجل شيئا من الكنز وكتمه عن المسلمين فإذا هو فيه. فاستخرجه المسلمون وأرسل إليه: أين باقي الكنز؟ قد خبأه في عدة أماكن من خبزه ودلاله، لعله فيما بعد يتسلل يسترجع ويهرب مرة أخرى. هكذا يفكر.
أين باقي الكنز؟ قال ما عندي شيء. قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل. وكان هذا الرجل قد تزوج، كان متزوجا من صفية التي ستصير فيما بعد أما من أمهات المؤمنين، صفية بنت حيي بن أحضر. فقتل هذا الرجل وسلموا لرسول الله الأموال والديار وخرجوا منها. فلما كانوا في أول طريقهم رجعوا إلى رسول الله فقالوا يا محمد أنت وأصحابك لا علم لكم بهذه الأرض ونحن أعلم بها، أفتأذن لنا أن نقيم فيها وتأخذ ما شئت منها؟ يعني مثل ما نصير نشتغل عندكم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأرضكم فنقركم فيها ما شاء الله تعالى لنا أن نقركم فيها ونجليكم عنها متى شئنا، فارجعوا إليها على أن لكم الشطر مما أخرجت الأرض، أو على أن لكم الشطر مما أخرجت الأرض، يعني النص، نص احنا بناخده من المحصول الزراعي ونص لكم على شغلكم، وفي أي وقت نخرجكم، أنتم الآن مطرودون طردناكم لكن الآن تشتغلون عندنا فلكم الشطر إلى الوقت الذي نرغب فيه فنخرجكم من هذا المكان. فقالوا رضينا وقبلنا. فعاد كثير منهم واستقر بخيبر. وقدر الله مضت الأيام، في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه خرج بعض الصحابة إلى خيبر ينظر إلى شيء من ماله وكان هناك، فتسلل عليه بعض اليهود وضربوه ضربا أليما وتنكروا وقالوا ما عملنا شيء، فأمر بهم سيدنا عمر فأجلوا حينها إجلاء تاما. وذاك مصداق قول رسول الله أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، بآخر الحياة النبوية أمر أن يخرج اليهود والنصارى من الجزيرة العربية، فحصل هذا في زمان سيدنا عمر رضي الله. وكان رسول الله في كل سنة بعد أن فتحت خيبر القسم الآخر صلحا كما أشرنا هنا، نعم، يرسل إليهم من يخلص لهم زرعه، الخلص هو التقدير، فيأتي إنسان فيقدر يقول هذه الأرض تخرج مثلا في عرفنا الآن بالكيلوغرامات 100 كيلوغرام فأنتم 50 ونحن 50 وهكذا. طبعا ينظر إلى الأشجار قبل أن تقطف بقليل فيقول هذه تحمل كذا، هذه تحمل كذا، هذه تحمل كذا، هذا اسمه خرص، نصفه لكم نصفه لنا. فكان يرسل إليهم عبد الله بن رواحة، فأرسله إليهم ليقدر لهم في أول عام هذا الأمر مزروعاتهم ليخلصها ويأخذوا النصف والنصف. قال فجاءوا إليه فجعلوا يسرون له يا عبد الله بن رواحة، يعني بوشوشو، خذ مالا كثيرا ولا تقدر لنا، يعني غير بالحكم، بدل ما تقول هي الشجرة تحمل 10 قل 7، خذ ما شئت. فالتفت إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال يا إخوان القردة والخنازير أترشونني على أن أخون الله ورسوله؟ ادفعوا لي رشوة مشان المال اللي هو للمسلمين أخون فيه، ادفعوا لي الرشوة، والله لأنتم أبغض إلى قلبي من إخوانكم من القردة والخنازير، ولرسول الله أحب إلى قلبي من نفسي، ولا يمنعني بغضي لكم وحبي له على أن أظلمكم مثقال ذرة. أنتم أنا أكرهكم كرها شديدا ورسول الله أنا أحبه حبا شديدا، بالمقابل لا أعطي زيادة للمسلمين ولا أنقصكم حقكم، ولا بالمقابل أنقص لكم وأعطي أبدا بالعدل بالتمام. فنظروا إلى عبد الله ثم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل. لذلك ما ترى مكانا في الدنيا فاسدا إلا لانتقاص العدل فيه، ما بتشوف فساد في أي مكان في العالم إلا بسبب انتقاص العدل. يوم يضيع العدل لا ترى خيرا في الدنيا، سبحان الله، تشعر الناس بأنها مضطهدة مظلومة مؤذاة، فلا يشعر الناس براحة في أي مكان كان، سبحان الله. لما قال رسول الله لأصحابه يوما في أول الأحاديث السيرة تذكرون
إذا خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم الناس عنده العدل. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فالعدل العدل أيها المسلم مع زوجتك، مع أولادك، مع بناتك، مع جيرانك، مع عمالك. اتق الله واعدل واعدل، لا تظلم أحدا من خلق الله، والظلم ظلمات. قال واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الفتح بعد أن قتل ابن الحقيق هذا الذي خبأ المال، كانت زوجته السيدة صفية، فلما حلت يعني طهرت ضمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فلما رآها عرض عليها أن تسلم، قال إن أسلمت تزوجتك. فالمرأة مباشرة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال بتخلص من حياة الأسر؟ نعم، ولكن بالمقابل إذا كانت غير مقتنعة قد تقتل رسول الله بعد لحظة، بعد أيام، قد تسمه. لو كانت غير مقتنعة، غير مصدقة، غير راضية بالإسلام، لأن يعني بعض الناس يقول لك هذا إكراه. لا لا، ليس إكراها، هذا عرض عليها هذا. نعم، فأسلمت المرأة. فلما دخلت إلى منزل رسول الله رأى في وجهها خضرة. الخضرة أحياناً الإنسان لما يصاب بكدمة أو كذا أخضر وجهه أو بزراء خضرة. فقال ما هذا؟ فقالت يا نبي الله قبل أن آتيك وقبل أن تأتوا أنتم إلى خيبر رأيت فيما يرى النائم أن القمر نزل من السماء حتى سقط في حجري. طب نزل بارك بحمد الأمر. قال فقصصت هذه الرؤيا على زوجي وأنا والله لا أعرف من شأنك شيئا، ما بعرف عنك شيء طاوي. فضربني زوجي ولطمني لطمة شديدة على وجهي وقال تمنينا هذا الملك الذي بيثرب. زوجها إذا فهيم، فهيم والعياذ بالله على خبث وليس على خير. إذا عم يعرف إيش القصة. شبه رسول الله بالقمر وهو يهودي، ولكن يفقه، ليس كل إنسان يفقه يصل إلى الحق، نسأل الله السلام. فقال تمنينا هذا الملك الذي بيثرب. قالت فلما جئتك عرفت مصداق رؤيتي هذه. قالوا فحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصعدها على الدابة، فما استطاعت، فوضع لها ركبته الشريفة لتضع رجلها عليها ثم تصعد على الدابة. فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع رجلها على ركبته، يعني ما في شيء تسند إجرى مشان تطلع. فوضع لها رسول الله ركبته فأجلته، يعني أعظمت ذلك. فوضعت هي رضي الله عنها ركبتها على ركبته ثم صعدت. من فهمها من أدبها، رغم أنها كانت يهودية قبل لحظات، سبحان الله، رضي الله تعالى عنها. وهنا بعد أن تم الفتح واستقرت الأمور، جيء من قبل بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ندعوك إلى طعام لنا، فهل أتيتنا؟ قلت هؤلاء القسم الذين صولحوا، القسم الأول قتلوا وقتلوا، فهمتم هذا. القسم الذي صولح الآن جاء منهم جماعة فطلبوا أن يأتي رسول الله إلى طعامهم، يعني من باب الضيافة. وهنا حدثت حادثة عجيبة سنرجع الكلام عنها إلى يوم غد، نفعنا الله بما تعلمنا، الحمد لله رب العالمين.